مرحبا، انا اوجن نبالي من اعزف.com، وبهذا الفيديو رح نتعلم واحدة من اغاني فريد الاطرش واللي هي وتطلع يا قمر بالليل. الاغنية على مقام البيات، وبهذا الفيديو رح ناخدها من درجة الري. نستعرض مقام البيات على درجة الري. صورة ابطأ، ري مينوس بمول، فا سول لا سي بمول دو ري، وبنرجع. تمام، في جملة واحدة بالأغنية بتنعاد أكثر من مرة واللي هي بتنعزف كالتالي. والسولفيج لهاي الجملة: ري دو ري دو مي ري فا مي سول فا مي ري ري دو ري دو ري دو مي ري فا مي سول فا مي ري ري. وزي ما ذكرت هاي الجملة بترجع تنعاد أكثر من مرة. هلا رح ننتقل على الجملة اللي بعديها واللي هي والسولفيج رح يكون لا سي لا سول لا سي لا سول لا سي دو ري دو سي لا سول. هلا ننتقل للي بعديها، والسولفيج راح يكون لا سول فا سول لا سول فا سول لا سي دو سي فا مي ري ري. هلا حكينا عزفنا وحكينا الجملة مع البريما، هلا رح نعزفها ونحكيها مع السكوندا. رح تكون والفرق بسيط جدا، بدل ما هي بنهاية البريما كانت عندنا سي فا مي ري ري، بنهاية السكوندا رح تكون عندنا سي فا مي ري فا. هلا ننتقل على الجملة اللي بعد السكوندا، والسولفيج راح يكون سي سي لا لا سول فا فا لا لا سول سول فا مي ري. نتابع، والسولفيج راح يكون فا مي فا مي فا مي فا مي فا لا سول فا مي ري دو. آخر بار واللي هو مع السيني وبيرجع بيشبكنا للسيني الأولى، وبالتالي رح تكون بهذا الشكل. وبهيك بنكون تعلمنا أغنية وتطلع يا قمر بالليل لفريد الأطرش، أغنية على مقام البيات، وبهذا الفيديو أخذناها من درجة الري.